بنت البلد احسن او بنت البلد لانك تعرف لا. مش لانها بنت البلد لانها انت تعرف زي ما قلنا قبل شوي. بس شوفي هاي هاي فوائد السوشيال ميديا حلقتنا الماضيه. تذكر الاسبوع الماضي لما حكينا عن اهميه السوشيال ميديا وقربت الدنيا لبعض؟ نعم كسرت كثير من الحواجز فصارت كل الجنسيات تتعلق عند بعض فصار هنالك في مجال للتعارف في مجال لك ان تنفذ الى فكره جديده الى عالم جديد الى اقليم جديد الى جنسيه جديده الى افكار جديده فهذا كثير كويس بالعكس. وانا هذه الاجابات اللي تسمعها الان في التقرير لطيفه وانا اظن انها بس محتاجه انه ننزلها على أرض الواقع وتستمر يعني ونشجع عليها. نعم.